الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. هذا باب كان وباب يركس أبسا في تحريم الوصال، حرامين تل حرامي إن لحريري في الصوم صومك، وهو وصالكنا أن يصوم وإن وقفك صوم يومين لبما المود أو أكثر أما وحك بدا، ولا يأكلون وحبن عنين ولا يشربون وحبن عبين بينهما لبدا عشو إيا وحيك بدا دحضوضا. مركا وصال معناها ذو حريرين، وحانا ويا نقف كل بما الموت إيا وحك بدا إنو صونس دبردقو، يعني لبما الموت مع لبدا ذي همين إنونا أفطرين وحبنا أونا عنين وحبنا أونا عبين أسوغ مركز سلا إسو دبردقا يعون. تعبد إيا عبادنا أرنتا أوجيدا، يعني وصون لبما الموت إلى لبدا ذي همين يا وحكا بدن بويس دبردقي أرنتا ونا أقصد يا وسيدا سونا أجيدا. هدي أي دعدا وقفكي، لكن إنو وحوايو إيدا كما جرت قفكي مثلا ما أنت ودن بوصمنا أو وحكوا أفطروبا وإبي إيا بادبا هدنا مالنكي كلا وصوك غلي هدو صنكي ساوسي سي دبردقو. سببتنا أي تهي وحلعان يبي لآن يعنت لآن وي أي سببت تهي تاسيد ولبات ملي حران ما وحاك لا أعلم إذا قفكم هدي مثلا وإلو بابا ما أنت أعلم بسك سومنا حراد يقاج من مين هينين سيدي أيو كوبا يحويان مركو إلو بي إلا مالك دمائي سوقش مركاسو سايسو دبادك تاسينا حراما وسببت دي وإلو شو. وحاكرا نيوذا نمشي كجرون حارانا هين قفكا دادو حجر آن حراتكي قاجدا با إلهي وكا قاضو حرات بداني قاجدا بدن بمالا مركوا يقول دبير تهيكا إنو استوردق اللوان مالموض أما وحكا بدن كاسين حاراما، لكن كان لو جيداي وكو يسالكا إيه حديرين تاو جيدا وحبنا أنعنن وحنا عبنا اللوان مالموض يوحكا بدن مركتاس أي حاران أها. سوى إمامكو عليه رحمة الله هل كان أشيغيو ان علماء كرنا وحي ليهين ان وكراهه حرام ما وصحابه القرب الله شيغي وصال كان سميه 7 معلومات ملها تقريبا وحبعن. وعن ابي هريره وعائشه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي نهى ونهي عن الوصال وصال بالنهي إن لحديدي صنك متفق عليه. مرك النهي قاسا سنصور دافن لبا معنو ليه قارنا والنهي التحريم بيليهين قارنا والنهي التنزيه. هدي النهي التحريم لي رهضو مبنان وحاران وإن لدايو، هدي لي رهضو مي النهي هو النهي التنزيهنا ويبنان تهي إن للي ما دمع الكراهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحنه عن الوصال بالنهي إن لحريري الصنك. قالوا صحابة وحيرا إنك تواصل أذيق بواد حريري سرسولك إلهي ما الماضي استبردكتا. قال وحيري إني لست مثلكم أنو إذنك أكلميه إني أطعم وأسقى أنيقا والله يقوذيا والله يورابيا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
marka nabigu calayhi salaam uu isdaba dhigi jiray wisaalka isagu soonka, laakiin waa la iquudiyaa oo waa la iwaraabiyaa buu yidhi. marka quudintanu nabigu sheegaya calayhi salaam ma aha cunto in la siinhayo, haddii cuntaba la siiyo meesha dee soon ma jiro, laakiin sharaab macnawi aha oo ruuxaani ahaa iyo tacaam acmaaleed iyo cunto acmaaleed iyo ruuxaaniyad acmaaleed oo macnawi ah ayuu ilaahay igu kaba weeyaan. acmaal iyo ruuxaaniyad iyo iimaaniyaad iyo anwaar ilaahi aha ayaa laygu kaba macnuhu weeyaan. baabu taxriim aljuluusi cala alqabri, hada baabun kana baab wuxuu yahay xaaraamaynta la xaaraantinimeeyey in lagu fadhiisto calaa qabrin, qabri in lagu fadhiisto. baabu taxriim aljuluus calaa qabrin, inay qabri lagu fadhiisto xaaraamaynta la xaaraantinimeeyey. marka fadhigaas ama fadhi xaajaba ha noqdo, dadka qaarkood inay xaajo tagaan, ama ha noqdo fadhi kale oo lagu sheekaysan, ama ha noqdo fadhi kale ood kuba fadhiisan, ee qabri inaad ku dul fadhiisatay ma banaana, waa xaaraan weeyaan inaad ku dul fadhiisato. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس إنو كفرست أحدكم من إذن كإذن كمده على جمرة رحل أو فتحرق ثيابه دركيس أي قبتو أو فتخلص أي قادنا إلى جلده جركيس إي سانتيس أي خير له وخير بدن من أن يجلس إنه كفر على قبر قبري. رواه مسلم بحديث كوري. مركمل إذن كإذن كمده إنه دحل دبها كفر استوى قبتا أردانتا أسقو قبري كد الفريستا. رواه مسلم بحديث كوري. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه. هذا باب كنا وباب يركس أبسن في النهي ريبد اللي اسكر ريبي وشرع قدتك كالريبي عن تجسيس القبر إني قبري قيل النور ذي ورنجي لمرمري أما سبت لغا سمي ودو حويا اسمه لا سمي قريو كالي أما مساجد قربا لغا دل لساء الله سمي وحاسود أنم بنانا وحارا ويان إيا والبناء عليه إن لدسو أذو قبرك إن لنورة ذي أو لرنجي إيا إن لدسو لبضبا ريبيد شرعي وكر ريبيد دات كباب كيدي ويان وانا أرن فافسن ودتك كبدا خاصة دتك ير مقع علماء ذلي أما مقع ير دي أضياش وكلا يعقاش وكلا أها إن مركي أردنتو qabrigiisi waxa weeyaan de ama dhismada laga dul dhiso ama waxa weeyaan rinji iyo noorad iyo wax noocaas ah la mariyo waa arin inagu badan, waana arin waxa weeyaan xaaraan ah oo bannaanayn. qofku markuu dhinto waa in lagu rugo un ciidii laga soo faqay qabrigan ee qabrigan laga soo saaray oo keliya waa inaan ciid kale lagu darin. haddii uu badato un la xifaada iyo waraabaha iyo waxaana si looga ilaaliyan haddii dhagaxyaan la dul dhigana iyadana ma baana. laakiin intaa wax ka badan in qabrigii dhismo loo sameeyo ama saan sheegayna maqaamba laga dul dhiso ama waxa weeyaan masaajidba laga dul dhisay waa arrin xaaraanaha weeyaan oon bannaanayn. laakiin hadday dhacdo saan sheegnay hadda waa munkar, laakiin munkarka isaaladiisu iyo inay wax laga qabto taada waxay u baahan tahay cidda meesha mas-uulka ka ah ee dowladda ka ahun baa lagala hadli karaa, ama dadkii dee qofkani dhintay uu ka soo jeeday iyagana haddii lagu qanciyo diin ahaan waxaana inuuna u bannaano ay ku qancaan iyagana baabka waa laga zuulin karaa, oo de wixii haddii la dumin noqoto waa inan xaggaa laga soo galo maamulka iyo mas-uuliyiinta meesha ka jira, ama dadkii dee u xigay ee xigaaladiisa ahaa inay laga soo galo. laakiin hadday noqoto qofkii dee inuu gacantiisa ula tago uu haddana dib waxa weeyaan khilaaf iyo fitan meesha ay ka timaado, munkar laguma zuuliyo munkarka weyn, laakiin waa arrin xaaraan ahaa.
marka kullay qubuurtan iyo axkaamteeda iyo hadalkeeduna ma yara, laakiin waxaa muhiim ah kitaab uu qoray sheekh la yiraahdo maxamed saciid mamduux, macnihi saasuu sheekhu magaciisu yahay saan filayo. Kitaabkaas magaciisiisna wuxuu yahay saan filayo bayaanu ma ushkila min axkaami alqubuur, saasuu kitaabka magaciisu yakaa. marka kitaabkaasaa muhiim ahaa bayaanu ma ushkila min axkaami alqubuur. qaala raximahu llahu tacaala baabu taqliidi taxriimi iibaaqi lcabdi min sayidi, hada baabon kana baab wuxuu yahay taqliidi taxriimi iibaaqi lcabdi, adkaynta la adkeeyey xaaraantinimaynta iibaaqi lcabdi, addoonku inuu ka cararo uu ka dudo uu ka baxsado min sayidihi sayidkiisii. karunham qaala can jaabir radia allahu tacaala canhu qaala naha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama, nabigi ilaahi wuxuu nahiyey an yujasasa alqabru, inay qabriga la nuuradeeyo oo la rinjiyeeyo ma banaana, wa an yuqcada calayh, iyo in lagu fadhiistayna ma banaana, wa an yubnaa calayh, in la dhiso iyadana ma banaana qabriga. saddexdaa arrimood buu xadiiskan sheegay, in la rinjiyeeyo oo la nuuradeeyo, iyo in waxa weeyaan lagu fadhiisto, iyo inay dhismo laga dul sameeyo, intaa midna ma banaana. rawaahu muslim. waxaan kale oon banaanayn sida madhabka shaaficiga calayhi raxmatullah uu qabo in wax lagu dul qorqoro qabriga, qofka magiciisii iyo waxa weeyaan naanaystiisii iyo waxaasoo dhan isna ma banaana, in wax lagu dul qorqoraay ma banaana. qaala raximahu llahu tacaala baabu taqliidi taxriimi iibaaqi lcabdi min sayidi, adkaynta la adkeeyey xaaraantinimaydka iibaaqi lcabdi, addoonku inuu ka cararo min sayidihi sayidkiisa. marka addoon waa wax jiri jiray beryadii hore, nin kalena dee sayid baa lila, marka addoonkii inuu dudo uu cararo sayidkiisii waa xaaraan, weliba xaaraan un maahane, waa xaaraan adag weeyaan, lasii adkeeyey, kabaa'irtii ku jirtaa. waxaa addoonka la mid ahaa zawjadii iyo naagtii, iyaduna ninkada inay ka duddo ay ka cararto, ama guriga dhexdiisaba kaga dhex duddo, ama guriga dibadiisa ay kaga duddo ay ka cararto, iyadana waa arrin xaaraanaho oon banaanayn. laakiin dayaa soomaali u sheega arrintaas ama yaa ku karayaba. can jaabir ama can jariir bnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, nabigaa yidhi ayumaa cabdin abaqa, addoon kasta oo carara oo dee ka carara sayidkiisii, faqad bari'at minhu, addoonka beri waxaa ka ahaa adhimmatu, maganta ilaahay iyo gargaarka ilaahay iyo ta'yiidkiisa beri ka ahaa addoonka. rawaahu muslim baa xadiiskan wariyey. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد أدونك مركو عرر وبحصد أسيد كيسا كعرر لم تقبل له صلاة صلاة لقما أقبل. رواه مسلم. ناكتين وعلمت ناكتين إنك إذا كعررتي كبحصتي أما كددي إذا صلاة لقما أقبل إنت الددتان ككما قنتك. وفي رواية فقد كفر, yani wuu gaaloobay addoonkaasi, naagtiina waa la mid iyaduna, marka gaalnimadkiinana waa kufrun duuna kufrin culimmadu se yidhaahdeen. marka naagtiina iyaduna intay odagii ka maqan tahay salaadna laga aqbali maayo, gaalnimadkaa yarna way ku jirtaa. laakiin wax dhibi hadduu jiro dee ninkan ay ka tabanayso, dee siyaalo kalaa lagu xaliyaa, inay tolkeedu sheegato iyadoo gurigeeda iska joogta, ama waxaa weyaan isagaba daa isfahmaan, yani iyada gurigeeda iska joogtay arrimaheedii iyo mashaakilkeeda ay xallin kartaa. laakiin bixitaankan iyo cararkan ay carareysa iyo dooditaankani waa arrin kufri, asa uu xadiiskan ku taallo oo kufrin duuna kufri,
ناقتينا الصلاة لقما أقبالي أنت إدريتانكم مقنطاي. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الشفاعة في الحدود. كان باب حوية حرام تنمي انت اللي حرام تنمي إن لقى إرجي في الحدود حدود إلهي أو سوغنتي إن بريتان كذي هرجوغتان كذا لقى إرجي حرام تأيتهاي تنو حوين حدود إلهي وحيالا وحجر عقوبات وإلهي دجي قفكو هدي أزينيستو إني لجلديو هدي أوحظا إني قعنت لقويو هدو قف ديرو إن لقصاصو مركا وحس حدود لي لهذا مركا حدود داس هدي مر أي دعضي وركين وقالي حاكمك إيا قاضيي إنه قف إنتو يمد كأرجية ويراد قف كان حتى ينلقو أوجن تاس حارنا، لكن أنت هنا حاكم كجارين، هنا قاضي كجارين أرنت تدمله هنسكو يبولس كي الشعب كده حيس صوته إرجل يده والبنان تاي نروح أنا نستورنا وحبنا حاكمين نجين قاضينا ينجين إنسان كدينه تاس والبنان تاي يدو، لكن مرة ده محكمة دي قال قاضي كجاري أيام بنانين إني إرجل لجعله حدود النواصة. قال الله تعالى الله وحيري الزانية زانية قبرد الزانية هجر كذا يبسط إياه والزاني ككزين يستبع فجلد جلدية كل واحد منهما مئة جلدة بقل جير بقل شابو كجرا ولا تأخذكم أيين إذن قبن بهما لبضوض رأفة النحريس في دين الله في إقامة دين الله دين إلهي أوغتان كذنا أيين إذن قبن وحن حريسه وحن حريسي أين إذن قبن دين تإله أوغيتان كذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هداد إلهي إيا آخر الرميسنتهين حدك أوغ وحن حريس أين إذن قبن داد كاس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا بأهمهم وحم رجلي إئاد غفكرين شان المرأة المخزومية قبر ريم مخزومية ذا أهيد أو قبر وحد ذا أهيد كدبنا وحيوين أي أهيد إن حدك إلهي لقو أقو وقعنت لك قويو أي قبر داس أو أم السلامنا أي المأذير أهيين أي مركي أرنتاس أي سقناتي أي نقطين حدك لقو أقو بقريشي آذ أمركتي التي سرقت. فقالوا وحير هذين من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله أيا ترى هذا لي. فقالوا وحير هذين قريش ومن يجد ثري عليه نبي يا كدير كرا الله ذكر إلا أسامة بن زيد أسامة بن زيد موين أسامة وأي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي إلهي كالقعي الكيسي. فكلمه أسامة نبي الله عليه ويرجع ودن إسكدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بيري أتشفع في حد من حدود الله ورمحد إلهي حديي عقوبة إلهي سودجي آيات كشف عقل إساء أسامة وكي إرجين إساء مركنا بقوة عراضي. ثم قام النبي قوة كعيم وفاختطب وقدبذي ثم قال النبي حير إنما هلك الذين قبلكم كوي إذن كهري وحا هلاقي وماذا هوري أنهم كانوا وحياهين إذا سرق فيهم الشريف قفك مدح ذاه إلا عكت له إلا يقانو مركو وحضا تركوه إسكدينيين وحدك منك أوغين وإذا سرق فيهم الضعيف كن ضعيفا مسكينا دو حضنا أقاموا عليه الحد حد كي كؤوغيين وحير كي كمريين مساكينتا ذاتك ووينا لما تابن جيرين ساسي كوها لك زمن ذاتك هوري وآيم الله بانكور دارتي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت هذه فاطمة أي وحد لهايد لا قطعت يدها قعنت أنك قوين لها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام بأس بدلي مركو أسامة الله هذا يدايري
فقال النبي وحيري أتشفع في حد من حدود الله ورمحد إلهي سود جيبت كإرقينيسا. قال أسامة حيري استغفر لي يا رسول الله إلهي دم بالدف إيويدي. قال وحيري راوغي ثم أمر بتلك المرأة ناكتب النبي وامر مخزوم يدي إني حتك لغو أوغو وقعنت لغو يوم فقطعت يدها قعنتي أيا لغو يي مركا قبدي استغفار بلن بيارن تنين أون قطي برغي هور قبدي وحيا هيد حتى عاريدي إيا وحلو ديبتي دوما كاكسو قالت ويدفير جرتي نوحاوي قعمان قعن دير بيلا هيد لكن توبة أيو إلهي كوارزاقي مركا نبينا عليه الصلاة والسلام ويؤمن جتدن تدين وأقود جروانا لقرسدي مركا أرنتن أوكالي قلقي عنقوين لسو هذا القاضو أما قصاص وحلي راه لسو هذا القاضو وإذن كمان تن أرك إلا ندتك وحويان إيا قالو ديزي إلا قالو ما منتدك معلمين وحوشيغي إنا ندتك كددين هياني أو أركان وح يعني إنسان يدبك السهر جيدو أو قصاصا إيا وحويا حدودا بني آذن نمتك كبحسن كمان بحسن أن الله وحولي ولكم في القصاص حياة إلا وحولي وقصاصا أمنيين كجرة أمنيك حياة يعني نبشا لك وذا أمن أمنيك إيا النبات قليدنا ووح أقوق قالصا وقفك بني آدم كهيسو دين نبيل قليا لغا قادو وحابا يراتيه كو قبصوما ياي مجرو مالوش كو حكاه دين يا دويبا ونبيل قليو مالك لا يحوشيه يا نبيل قليا ذا إيا أمنقو وحي كل جرتابو ليه هاي حدودا أولو أوغو سادرا داد با قف مركو وحدلو دي هادو أوغي هاي إن لديليو وقفك وحاوية أن قفكي وحدلي لسو قادو ولو دلو قفكي او دلي دي بقلال لنكي مليون اكالة ايا نبدقلية هاليا ننكا ساي وحاوية وحقر هادو فرقادو ان اساقنا لديلي مركا امن با ايمان نبدقلية ايمان هايسا مركا قفكا لديلي بدبادا او جرتا بقلال لنكي كن ايسو هاري بدبادا او دا كجرت مركا شرعي وحولي هاي قفكن هل الدلو حلولا يهي يعني بدبادة دادكي كلا كجرة أرين تاسنا غريب معها قفكن مثلا هادو حانون صدو لخاتر تودين كاركو دادكي أن حمعان كلا عما حانونا دان كلا بدي هادو حبين كل حانونكي مركا قاركو محاد دووها إن لقو يحبين تي محاد لقو يحبين تانا تجيركي كلا بدبادة وتاي هذو قفيرا كرنا المحاح من تلقينا يا وإنسانية وبني آدم وحبن دون بني آدم بلقينا يا ما لا لا يا بيا قف كسيدا هذا ولا لا يا بيا ونو حلا يورحبن تلقينا يو جدك أنت كري بدبادة وجرتا هديسا لقود دايا حنون كانوا حوج على يا جدك أنت كري قف كده نبه هو ذا كب حيا أصير أنا لش سقطرك وقال يسمر كوانا حبن تلقى جويو ثابا وأقبل يان ثنا ثام بيلم تيا قف كن للدليل ياي اللود دليل قف ودليل dadkii kale ayay badbaado ugu jirtaan qofkan waxay ee gacanta laga goyn waxa weeyaan xoolahi dadka kale ayaa ku helay badbaado taasi waa mid talabaad dadkan la maxaa qofka xadka loo oogayaa oo qofkii qof dilo loo dilaya hadii asaga la weydiyo kan doodaya erada maxaa qisaasta loo sameynayaa qofka loo dilaya hadii asaga lagu yiraahdo war hebelow ama hebelayayba هدي أي دعوة ويل أتلاشي أو عرض كاجا إني مانت للدلو وقف سد جرد الرأه ودلو هدي لودي ولا حكم كقف كاسم حد كسمين لايت مثل قف بده ولا كدلي أما عرض كاجي بدلي سجر الرأه أنا وكدي لدي وبرد أو هاد ظلمية حكم بالغيري ما حد كحكم لايت تهل الدلو ما أرم لايت قف أن سد أكون حكم أنا مجر وقف ويل كيس دلي قف ده وقف انت ويل كيسي ودلي ولبع قرد الرأي وكدلي اللي دلك خطأ شرعه قصاص مالي اي دلك الشيء هو كان بريار كي يدل مقايا قرد الرضا هده انت وقف قف كاقيد دلي اللي قول دي بو حكم لغيرا ذو وحكرا ماذا انكو حكم انتين هل دلما نوران لهيد
dadkan kale ee dhimanaya ina dad un baa iyaguna dhalay, dad un bay xigaalo u yihiin, dad un bay qaraabo u yihiin, waxaad jeceshahay un bay iyaguna jecel yihiin. Marka waa in aadna aada la jaaraata dadka waxaad naftaada la jeceshahay, saan sheegaynana amni iyo nabadgelyo ayaa arinta ku jirta. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. هذا باب كان باب إياه ريبدا شرع كريبي عن التغوط إنو قفك كس حراضة كاذي إيو حويا سحربا إنو كس حراضة في طريق الناس دادك وضلي مريان iyo wadillihim meelaha dadku ay harsadaan sida geedaha hoosooda iyo gidaarada iyo meelaha dadku ay u harsi tagaan inuu qofku waxa weeyaan u saxaro tago iyo mawaaridil maa'i meelaha biyo ku soo arooraan oo meelaha laga cabo dhijaamaha iyo barkadaha oo kale iyo wanaxwiha wax la mid ah. Marka tan wuxuu sheegayaa in ay xaaraan tahay ayna bannaanayn wadada la marayo inuu qof waxa weeyaan ku saxaroodo hameen iyo maalin midba. Waxaa kale iyagana xaaraan ahaa hadday jiraan geed loo soo hartago maalinkii dadku harsadaan, ama gidaar loo soo hartago oo la harsado, iyagana xaaraan inay tahay qofku inuu ku saxaroodo. Waxaa xaaraan oo kale meelahan biyaha laga cabo sida dhijaamaha iyo barkadaha iyo meelahan biyaha laga cabana in dadku uu la soo doon inuu qofku la soo doonto inuu qofku la soo doonto saxaro ama kaadi waxaasoo dhan ma banaana iyo wixii la mid ah. Intu maxaa loo samaynayaa in waxa weeyaan dhibaata ku jirta dadkii ugu jirta. Qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat, kuwa dhiba mu'miniinta iyo mu'minaatka bigayri maktasabuu waxayna kasbani faqad ixtamaluu waxay xabaarteen buhtaanan been abuurad iyo wa ithman mubiinan dembi cad. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري اتقوا وحدك بغدان وديسك إلى لسان اللاعنين. اتقوا اللاعنين لبدا قبل لعنضوت لبدا ميلوت اوح لعنضا يعني لبدا قبل لعنضوت ولبدا قبوت اوح لعنضا لبدا اوح لعنضا اسك إلى ليان. قالوا وحيرنا وما اللاعنان لبضى القوب لعنى ذادوا محر رسولك إله يوم. قالوا وحير الذي واكي يتخلى كحاجون هيا في طريق الناس ذاتك وضضوضا أو في ذلهم أما هركوضا دوا لما مرد قفك يحاوين كلكم هلك الله سحرتك ذاتك أي مالك يما الدين دوا يهبارا ينقفك على إله كل عضي بلا يكل عضي نيوم. مركا وا لبضى القوب لعنى ذادوا وا لبضى القوب قفك وحكو سميا لعنى كل عيسى ee iska ilaaliya labada goob lacnadood. Qaala raximahu llahu tacaala baabu nahyi can ilbowli wa naxwihi fi lmaa iraakidi. Tanna wuxuu yidhi waa reebitaanka sharcigu uu ka reebay can ilbowli qofku inuu ku kaajo iyo wa naxwihi wax kaadi la mid ahaba sida xaajadii kale fi lmaa iraakidi biyo fadhiya. Marka biyo fadhiya oo jaan aha ama barkadaha inuu qof haba bataan biyahaasi ina ku dul kaadido ama ku dul xaajooto iyadana ma banaana. Biyihii socday iyada dhibaato male, sida biyaha badda oo kalena iyagoon dhibaato male, laakiin biyo kale oo fadhiya qofkii inuu kaadi ama xaajo ula tagaayo ma banaana, waayo caafimaadkana way dishaa. Haddii waxani bato batana marka dambada waxa laga yaabaa nijaas bayna noqdaan. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نبي نهي أن يبال في الماء الراكد إن بيفرد يلغو كاتشو نبي نهي. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. هذا باب وانا باب كي بقلات باب أمور المنهيات كان كتاب المنهيات كان انكجرنا waa baabkiisii boqol baab oo wala manhiyan soo dhaafnay, boqol arrimood oo dadka loo diidan yahay. Baabu karaahati tafdiili lwaalidi, karaahaysiga iyo necbaysiga oo sharcigu necbaystay tafdiili lwaalidi, waalidka inuu kala sarraysiiyo.
بعد أولاده عرورتي سقار كمدها على بعض بركة كريم في الهبة السينتا مركة وداد والدتهاي أبد كينا أدوالا شيء هكلا فعنا هكلا حكتيسين وقارنا وحسين قارنا وديدين يعني هدال وحوالا سين ولا سي أبد كاغا لكن إن أتكلنا وحسيسو كان أديدو شرعيقو أرنتا مجعلا هدي لب مالي مثلا كان أد وحسيسو كان وحاويا كان كلا وحابا سينين أرسيسو أدو سينتي هدد ولا جارسيسو لكن ده سينتي أي كلا دودوانتاي كان مثلا واحد كبار سيسا كان واحدا كي هرسين ما سينا كان كلا واحد سيسا لكن سينتي واد كسينتا تاسي يدو لبا تمالي إيتا لديدين وحاويا إن أد كان وحسيسو جعل أدو سيسو كان أدو وحبا سينين نعيبشان أدو وحب سينين تاسي لديدين يا عرورتا أما وحوالا سي أما أول ديد وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وحير عن النعمان بن بشير أن أباه أبيه بشير بأتى به نعمان كان كاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بو كاني فقال وكاسو بشير يري إني أنيغو نحلت ابني هذا نحلت وحانسيي ابني هذا ويل كيغن أسجى النعمانها غلاما أدون بانسيي أو كان لي إيسوغ ناضي يعني أدون أنا بانسيي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي غير أكل ولدك نحلته مثل هذا عرورت هذا أردن ميال أدون كان ولا سيسي أو كان فقال بشير كبير لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي غير فرجعه علي علي أدون كان وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي غيري أفعلت هذا بولدك كلهم عرورت هذا أردن مياد ولا سيسي قال الحيري لا يعني عرورت هذا سيدا مالك ولا سميسي وحما ولا سيسي قال لا قال الحيري اتقوا الله النبي غيري والإلهي كبقوهم واعدلوا في أولادكم عرورتين أعدالة سمية فرجع أبي أباه بانغضي بيروهم فرد تلك الصدقة صدقة لأؤسيي أي مركع عشري وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي غير يا بشير ألك ولد سوى هذا عرور كرم مريضه أنكناهين قال الحيري نعم قال النبي الحيري أكلهم وهبت لهم مثل هذا أكلهم قال الحيري أكل لهم وهبت لهم مثل هذا لما انتود مياد وحرك الله ورسيسي قال الحيري بشير لا قال النبي الحيري فلا تشهدني إذن أنهي مخراتي قليل هذا بوحن فإني لا أشهد أي النبي عليه السلام أنه مخراتي كمان نقضى على جور ظلمي ظلمي بعد وضع مركز ظلمي أنه مخراتي كمان نقضى وفي رواية لا تشهدني على جور ورجو إيا الظلمي هاي مخراتي قلنين وفي رواية أشهد هذا على غيري أشهد على هذا غيري وفي رواية أشهد على هذا غيري وحاد كان مخراتي قلسان قفنا نقا هين أنا قا ما هني ثم قال نبو حيري آيا سرك ما كفره قلن أن يكونوا إن عرورت هذا إليك في البر سواء حق برغة إيا السما فالك عرورتا دو قبي إنا يكون ولا السما فلان مياد جعلان لهاي أي قبي برين كو ولا نقدان قال وحيري بلا قال نحيري فلا إذن يعني سيدان هالسماين إن هالدبا هذا جعش هاي إنا قبي برين كو ولا نقدان سيدان هالسماين إنا الظلم إيا جورة السماين متفق عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله تعالى أعلى وأعلم.